يوم النتيجة بس حكوا اسمي كثير انبسطت يعني، وبنفس الوقت دغري على السريع انه فكرت مين اللي حيكون مرحلة الخطر. طلعت لشفت منتصر وحسام، ما كنت مستني بالمرة اعرف مين اللي راح يطلع، انه بديش ولا واحد فيهم يطلع. اللي حصل على اقل نسبة تصويت حسام ترشيشي. كيف لا؟ حسام معي بالغرفة 24 ساعة مع بعض، لما راح حسيت حالي انه ممكن فقدت اشي كبير بالنسبة لي. ظليت قاعد وساكت بس بتطلع اشوف مين كمان لسه بده يطلع. مش عارف، مصدوم لهسه، وهو كمان مصدوم معي كمان. انا هيك عارف، كنا اخوان قبل ما نكون فريق، وكنا رسمين مع بعض انه احنا ممكن نكمل لنهايات. شد حالك، بديك اكس فاكتور. بعد ما طلع حسام فيش ثواني وطلع منتصر، صارت المصيبه مصيبتين. بلحظه صرت لحالي انا بالفريق. هي انا قلت عين وصابتنا، في اثنين راحوا على البيت من عندي، بعتبر كيف بكير امي في النوم. مش مقبول اثنين. يا حد داعي علينا يا محسودين. كثير مشتاق لهم يعني، زعلان ومتضايق وبديش احكي. خلص تشيل هالجمله، خلص كتمت. فريقي بقي في انت، ومش انا اللي بدي شد فيك، هلا انت اللي بدك تشد فيي. المسؤوليه كثير كبيره عليك، بس انا عارف وبعرف انه انت قد هالمسؤوليه هذه، ونحن للاخر رايحين. المرحله اللي انا داخل فيها هي مرحله كلها تحدي. بهذا اللايف راح اغني الاغنيه اللي اختار ليها الجمهور بتحدي بيبسي، اكيد هي كثير حلوه. ان شاء الله يا رب تغني هيك بكره. برافو 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 برافو، يعني مش انه عادي، عم غني فظيع. نحن لسه كنا ايه؟ انا اكيد جاي اتحدى حالي واتحدى العالم، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه. أدهمنا بولسي. وأنا بالإيدين تهت في مكاني، ونسيت معاك عمري وزمان. وياك ثواني قرب مني، سيبني أعيش إحساسي بيك، حتى العالم كله وأنا وياك، وبقول للدنيا بحالها إن أنا أهواك، أنت حبيبي وقلبي وروح معاك، قرب مني سيبني أعيش إحساس سواك، حتى العالم
الفنان ليصير نجم مش مهم يكون عنده أقوى صوت بالعالم ولا يكون عنده أفضل شكل بالعالم. أنت عندك صوت قوي كتير ومن أحلى الأصوات اللي أنا سمعتها، وعندك حضور وكاريزما، وعندك روح يلي عم تنعكس علي، وأنا متأكدة عم تنعكس على العالم ببيوتها. بقدر أقول أنا اليوم إنه نجم جديد عم يولد على مسرح إكس فاكتور. أدهم، اليوم كنت من أروع المرات اللي غنيت فيها. أنا كثير حاب غنائك وكثير حاب أدائك، ومثل ما تفضلت إليسا اليوم أنت نجم على مسرح إكس فاكتور. الله يوفقك دائما إن شاء الله. أدهم، صحيح وائل خسر اثنين عزيزين على قلبه، بس أنت قد خمسة. كلمة واحدة بدي أقول، أنا بالنسبة لإلي أنت أكثر من أكثر المشتركين عندهم عناصر قريبة من الإكس فاكتور، إن كان بالحضور بالصوت وبالكاريزما. وأنا رح أتحدى فيك العالم. الله يوفقك أدهم. يعني بجد برافو، واضح أكيد من الجمهور إنه عجبت كل الناس. متهيألي ما فيش حاجة تانية ممكن نقولها، بس يعني إن شاء الله تبقى قد المسؤولية بعد ما حسام ومنتصر مشيوا. إن شاء الله. أدهم مش هيقدر يكمل المشوار إلا إذا صوتوا له. أدهم نابلسي من الأردن رقمه 4، صوتوا له. شكراً أدهم.